للتخسيس وفقدان الوزن وأهم الخصائص العلاجية الأخرى. تنصح قناة ميكس بروفيت بتناول الصمغ العربي الهشاب الأصلي والذي يتمتع بجودة عالية. كما يمكنكم التواصل معنا على الرقم الظاهر على الشاشة. يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة هو إجابة لسؤال: هل القولون يسبب ألم في الكلى؟ في الموضوع ده هنتكلم عن أسباب ألم الكلى المختلفة، وليه القولون مش لازم يكون هو السبب الأساسي لألم الكلى. الواحد لما بيعاني من ألم في الكلى ممكن يكون في أسباب تانية غير القولون هي السبب. أول حاجة حصوات الكلى. حصوات الكلى دي حاجة شائعة جدا وبتسبب ألم جامد في منطقة الكلى. الحصوات دي بتتكون من تراكمات معادن وأملاح في البول، وبتتشكل على شكل حصى صغيرة، وممكن تسبب ألم شديد داخل الجهاز البولي. تاني حاجة التهاب الكلى. ده بيحصل لما بيكون في التهاب في أنسجة الكلى نفسها، سواء بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو حتى تفاعل مناعي. التهاب الكلى ده بيسبب ألم ووجع في منطقة الكلى، وممكن يكون في أعراض تانية زي ارتفاع درجة الحرارة وتعب عام، تمام، وإجهاد. ثالث حاجة التهاب الحويصلة الكلوية، وده بيسبب انخفاض في الدورة الدموية في الكلى. الحاجة دي ممكن تسبب ألم شديد ومستمر في منطقة الكلى، ولو ما تعالجتش بسرعة ممكن تكون خطيرة على الكلى. من كل ده بيبان لنا ان اسباب ألم الكلى كتيرة ومختلفة، والقولون مش بالضرورة يكون هو السبب لألم الكلى، تمام. لكن لو في ألم في الكلى مش لازم نفكر على طول ان السبب هو مشاكل في القولون بس، ومع ذلك لازم نفهم ان في حالات قليلة جدا ممكن يكون في علاقة بين مشاكل القولون وألم الكلى. على سبيل المثال لو في التهاب بكتيري في القولون وانتشر ووصل للكلى، ده ممكن يسبب التهاب في الكلى وألم في منطقة الكلى، بس زي ما احنا قلنا قبل كده مش ده السبب الشائع لألم الكلى، تمام. المهم ان الواحد لما يعاني من ألم في الكلى يروح يستشير طبيب متخصص علشان يتأكد من سبب الألم ويتعالج بالطريقة المناسبة. والأهم من كل ده ان الواحد يهتم بصحته ويحافظ على نظام غذائي متوازن ويكتر من شرب المية علشان يقلل من فرصة حصول المشاكل اللي بتسبب ألم في الكلى. وبكده يبقى احنا عرفنا ان القولون مش بالضرورة هو السبب الأساسي لألم الكلى، وان في أسباب تانية كتير ممكن تكون وراء الألم ده. لكن مهم نعرف ان القولون هو جزء من الجهاز الهضمي، وظيفته الأساسية هي امتصاص الماء والمعادن من الطعام علشان يتم تكوين البراز وطرده خارج الجسم. علشان كده احنا بنقول انه مش منطقي ان يكون في علاقة مباشرة، وبنأكد علاقة مباشرة بين مشاكل القولون وألم الكلى في الغالب، لان احيانا بيكون في علاقة غير مباشرة، تمام. لكن في حالات قليلة جدا ممكن يكون في علاقة بين مشاكل الكلى وألم الكلى وبين مشاكل القولون، زي ما هنوضح دلوقتي. اكتر حالة ممكن تحصل فيها علاقة بين مشاكل القولون وألم الكلى هي الالتهاب البكتيري في القولون. التهاب القولون البكتيري ده بيحصل بسبب نوع معين من البكتيريا اللي بتتكاثر في القولون وبتسبب التهاب. لو التهاب القولون ما تعالجش بسرعة وبشكل صحيح ممكن يسبب ألم في منطقة الكلى، والبكتيريا نفسها ممكن تنتشر وتوصل للكلى، تمام. وده بيسبب حاجة اسمها التهاب الكلى البكتيري. ده ممكن يسبب ألم في الكلى وأعراض تانية زي ارتفاع درجة الحرارة والتعب العام والإجهاد. وطبعا لو الواحد حس بأي أعراض غريبة أو ألم في الكلى زي ما قلنا ضروري يروح يستشير طبيب متخصص علشان يتأكد من سبب الألم ويعرف إزاي يتعالج بشكل صحيح مع تناول العلاج المناسب والاهتمام بالنظافة الشخصية والتغذية المتوازنة. هنقلل احتمالات أن يكون في مشاكل في القولون أو في الكلى. اما بالنسبه للاعراض ففي بعض الاحيان بتكون في اعراض متشابهه، وده ممكن يخلي الشخص يعني يغلط في التشخيص، ترى المشكله في القولون ولا المشكله في الكلى، تمام. اولا لازم نعرف الاعراض الشائعه لمشاكل القولون والكلى. اعراض مشاكل القولون بتشمل ايه؟ بتشمل امساك او اسهال، احيانا انتفاخ او غازات او الم او تقلصات في البطن، وفي بعض الاحيان بيكون في دم في البراز. أما أعراض مشاكل الكلى فبتشمل ألم في الجانب أو الظهر، انتفاخ، تبول متكرر أو صعوبة في التبول، رغوة
أو دم في البول وارتفاع ضغط الدم. وزي ما وضحنا في أعراض مشتركة بين مشاكل القولون والكلى هنلاحظها، زي إحنا قلنا الانتفاخ في الحالتين، ألم البطن موجود في الحالتين، ألم الظهر موجود في الحالتين. لكن في أعراض تانية هتساعدنا إن إحنا نميز ما بينهم، زي وجود دم في البراز أو في البول، وكمان التغير في عادات التبول زي التبول المتكرر أو صعوبة التبول. علشان كده لو حاسس بأعراض زي دي قلنا قبل كده وهنفضل نقول استشير متخصص، هو اللي هيقول لك على انت عندك ايه بالظبط، بدل ما تفضل تخمن وتشيل هم الموضوع. ممكن تبقى شايل هم الكلى ويكون الموضوع بسيط في القولون، يتعالج في خلال يوم او يومين بالكتير. تمام. الطبيب ممكن يطلب فحوصات، زي مثلا فحوصات شاملة، ممكن يكون تحليل بول او براز، او احيانا لو تحليل البول والبراز ما جابوش نتيجة في التشخيص هيطلب أشعة تلفزيونية، أو ممكن يوصل كمان إنه هو يطلب منك أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي. تمام. ومهم نعرف إنه لو حد بيعاني من أعراض شبيهة بأعراض ألم الكلى، زي الألم في الجنب أو الظهر، انتفاخ التبول المتكرر أو صعوبة التبول أو رغوة أو دم في البول، هيستشير طبيب متخصص. وحنفضل نقولها ما نتأخرش في إن احنا نستشير الطبيب، السرعة نص العلاج، إن لم تكن أحيانا والله السرعة بتكون 90% من العلاج. تمام. هنا هيجي الدور المهم للتشخيص. من أكتر الفحوصات اللي بيعتمدها الطبيب لتشخيص ألم الكلى هي أول حاجة تحليل البول. ده هيساعد الطبيب يفهم وضع الكلى ويكتشف وجود أي مشاكل زي الحصوات أو التهاب البول أو وجود دم في البول. بالنسبة لتحليل الدم هيوضح مستويات الكرياتينين واليوريا ومستويات المعادن في الدم. أما بالنسبة لأنواع الأشعة الكلى، ممكن الطبيب زي ما قلنا يطلب عمل أشعة تلفزيونية أو أشعة مقطعية. الأشعة والصور دي هتوضح له لو في تكيسات أو ورم أو حصوات في الكلى. تمام. بعد الطبيب ما يعمل كل الفحوصات دي هيقدر يحدد السبب الأساسي للألم وهينصح بالعلاج المناسب. والعلاج بيتوقف على مشكلة الكلى نفسها. مثلا لو السبب هو حصوات الكلى، العلاج ممكن يشمل شرب مية كتير، استخدام أدوية لتسهيل طرد الحصوة، أو في بعض الحالات هيحتاج يعمل جراحة لإزالة الحصوة. أما لو السبب هو التهابات البول، فعلاج المضادات الحيوية هيكون الخيار الأول. وفي حالة الفشل الكلوي ممكن يتطلب الأمر غسيل كلى، أو لو متاح هيعمل زراعة كلى جديدة. لما يتعلق الأمر بعلاج المشاكل اللي بتسبب ألم في الكلى، بيعتمد العلاج على تشخيص الطبيب الأساسي للألم. فلو اكتشف الطبيب إن في علاقة بين مشاكل القولون والألم اللي بيعاني منه في الكلى، يعني لو في مشاكل في القولون والكلى مع بعض، الدكتور هيعالج الاثنين مع بعض وهيتعامل مع الاثنين مع بعض، ولكن كل مشكلة لوحدها. يعني لو طبيب كلى هيعالج الكلى وهيوجهك لطبيب طبيب أخصائي أمراض بطنة. تمام. ولو هو في بعض الدكاترة بتكون أمراض بطنة وكلى، أنا بفضل التخصص يعني، ولكن أحيانا بيكون في أمراض بطنة وكلى هيعالج الاثنين مع بعض. تمام. في حالة وجود التهاب في القولون أو متلازمة القولون العصبي، الطبيب هيوجه العلاج للتخفيف من الأعراض وتحسين وظيفة القولون. ده ممكن يشمل تغييرات في النظام الغذائي، زي استخدام مضادات الالتهاب أو أدوية لتحسين حركة الأمعاء. لكن في النهاية العلاج المناسب لكل مريض بيعتمد على حالته الصحية وعلى شدة الأعراض والسبب الأساسي لألم الكلى. وما ننساش أن السم العربي الهشاب هو أفضل علاج طبيعي لمعظم حالات الفشل الكلوي وارتفاع الكرياتينين، بس ضروري يكون هشاب. ولو استفدت من الفيديو هيشرفني ويدعمني أنك تضغط لايك للفيديو. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.